ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كيما يظن واحد من الناس إنه كلامي عن هذا أو كلامي عن هذه الزيارة لكي أرفع من شأني أنا أو لكي أميز نفسي أنا كشخص فلان الفلاني؟ أبداً والله أبداً، ولا شأني في نفسي أحقر من أن أكرم بمثل هذه الزيارة، والله شأني في نفسي أحقر. معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى من أجل العلماء ومن خير الناس في نشر السلفية والدفاع عنها. المهم واحد منهم قاموا قالوا عبد اللطيف آل الشيخ هذا ليبرالي، ليبرالي معناه علماني يعني. طبعا غايزهم دير أنصار السنة محروقين كويس. أنا ما أعرف زعلان في شنو، أنتوا في شنو يعني المشكلة وين؟ قالوا ده ليبرالي وعلماني، وبكر مشى علماني هناك، أنا مش لعلماني، والعلماني هنا بقابلنا خليه يمشي لهناك، هنا بيقدر يقابلنا، وانا بيتي هذا فاتح في علماني بيقدر يجي يدق الباب خاش هنا، تعال علماني تعال، صوفي تعال، حزب تحرير تعال، هذا البيت فاتح تعال، ما بيقدر يا اخي. فمن هنا نمشي لعلماني؟ انا لو في الطياره شفت جد انه علماني احتمال اتلي من فوق. علماني بتاع شنو؟ وشوفوا اكلمكم بصراحه، انت داير دعوة صحيحة ودار ترفع البلد التوحيد، توحيد صافي وتوحيد نقي وما فيه مجاملة ومداهنة زي الشغل بتاع أنصار السنة. يقول لك نحن دعوة توحيد ودعاة توحيد، ويجيبوا رؤوس الطرق الصوفية يكرموهم جوا المركز بتاعهم. في واحد بيكرم أهل الشرك، يكرمهم كمان ويثني عليهم ويعظمهم ويمجدهم. نحن ما بنجامل زول، والله لو كان ابوي ما نجامل في الحق احدا لعين رجل من الناس ابدا. دعوتنا تميزت بفضل الله عز وجل بالقيام على اهل البدع ومحاربتهم والشده عليهم، لكن الشده لا تعني استعمال كل لفظ. شوف اشتغل دعوتك بصدق لله وباخلاص لله سبحانه وتعالى، وما تبتغي اي شيء لا مال ولا سنة من الناس ابدا. ويومك تشتغل عشان بكره يجوا يشكروك وجرايد تتكلم ودعوه لفلان، معناها دعوتك راحت. نكلمك والله دعوتك بعد، واحنا ما بنتواصل مع احد لمال، خد بالك عشان ما تمشي تتخيل انه نحن جارين عشان بعد شويه اموال تجي. ما داري الا نحن دارين توحيد، توحيد ده زول عنده قروش ولا ما عنده قروش، في النهايه احنا دارين التوحيد ده، دارين السنة الواضحة. وإن كان لو دارين المال كنا بنستلمه من هنا. في ناس كتار فاتحين أبواب زي دي وكايسين أن نجي عليهم، ما عندنا معكم حاجة، لو نموت من الجوع، نموت من الجوع. شفته ما نتقاضى فلس واحد من إنسان على حساب الدين، والله ما جنيه على حساب الدين أبدا. ما المسجد ده قالوا ما دايريني، الليلة دي قالوا ما دايريني، وكلامك ده ما بينفع معانا، ودعوة زي دي احنا ما دارينها. سلام عليكم طوالي، مبروك بالباب ده. انا بجاوب اقول الحق، وربنا بينصر الدين. مش الدين مربوط بمكان ولا بمقر ولا بذاك، ربنا داير مننا دين، ما داير مننا احنا نتلاعب بديننا ليمان ولا لغيره، ربنا داير مننا دين صادق. قال لابد نتصل بالمشايخ ديل، لما شاف الزياره بتاعتنا وتكلموا عنها وكده، قال لابد نتصل بالمشايخ ديل ونوريهم حال الشباب دول، يعني يتكلم فينا يوريهم نحن عاملين كيف وكذا. دار توريهم شنو يا حضرة سيادته؟ توريهم شنو؟ واحنا في حاجة قالنا دي لسه؟ توريهم شنو يعني؟ تقول يقول لهم هؤلاء يطعنون في العلماء. مين العلماء دول؟ منهم؟ علماء أنصار السنة، بطعن فيهم كلهم. ولا برجيك تقول أنت، بقول أنا هسه كلها في شنو؟ مش أنصار علماء أنصار السنة؟ بالموجودين هنا ديل والبرة ناس العريفي وحسان والسويدان وعايض الغرني وسفر الحوالي، مش ديل كلهم منافعين؟ ولا تمشي للعلماء بعيد، انا بقول هسه والكاميرا دي بتسجلها، وتمشي اخر الدنيا
ده دين احنا بندين به ربنا، انا اخدع الامه يعني ولا شو؟ هؤلاء علماء ضلال. فحتى تعم الفائده لجميع الاخوان، نطلب من اخونا الشيخ ابو بكر ان يحدثنا عن زيارته للعلماء في المملكه العربيه السعوديه. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحابته اجمعين، وبعد، ان شاء الله تلبيه لطلب الشيخ مزمل والاخوه اللي كانوا منتظرين كلمه فيما يتعلق بزياره المشايخ في المملكه العربيه السعوديه وما دار في هذه الزياره. ان شاء الله تبارك وتعالى كنت اود ان اشكر فقط هؤلاء المشايخ والعلماء وأهل الشأن في تلك البلاد على هذه الدعوة التي قدموها لنا في السودان، إن نزور هناك المملكة ونلتقي بأهل العلم. فإن شاء الله تعالى أختصر الكلام في نقاط. الأولى شكر لهؤلاء المشايخ والعلماء الأجلاء، وشكرهم من الدين، وأشكرهم من هذا الباب لكي لا يظن ظان أن لي مصلحة شخصية في هذا أو لغيري، أبدا، إنما أشكرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فنتقدم أولا بالشكر لجميع المشايخ وعلى رأسهم صاحب الزيارة الذي أرسل لنا الزيارة من المملكة، هو معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى. وبعد ذلك الشكر لكل العلماء كالشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي على استقباله لنا وحفاوته بذلك، والشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وأيضا الشيخ الدكتور عبد الرحمن محي الدين المدرس بالجامعة وبالحرم النبوي حفظه الله تعالى، وكذلك تلاميذهم موظفي الهيئة ورؤساء الهيئة في مناطق في مكة والمدينة والرياض. في الرياض الشيخ أبو سعود فيصل العنزي، وفي المدينة الشيخ أبو محمد سالم الخامري، وفي مكة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري. هؤلاء ما شاء الله معظمهم من موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة دي كثير من الناس يعرف وظيفتها والعمل الكبير اللي بتقوم به في حماية الشريعة وصيانة الدين ونشر الدعوة وتثقيف الناس وتعليمهم. انتم ان شاء الله بتعرفوا فضائل الهيئة والعمل اللي قامت به. ونتقدم لهم بكلهم بالشكر الجزيل، وشكرهم هذا ليس في أمر يخصني شخصيا، وفيما أعتقد الدعوة التي قدمت ليس لي أنا كشخص أبدا، إنما قدمت الدعوة لدعاة التوحيد والسلفيين بالسودان. ولما ذهبت إلى المملكة أعتقد تماما جازما أني لا أمثل شخصي، ولا أعتبر هذه الزيارة إكراما لي أنا شخصيا، إنما أعتبرها إكراما لفرد من أفراد دعاة التوحيد بالسودان، بل من أدناهم ومن أقلهم. فما شاء الله في إخواننا الدعاة
سلفيين دعاة التوحيد في السودان من هو أعلم وأجل وأفضل وأصلح مني ومن أمثالي. كيما يظن واحد من الناس إنه كلامي عن هذا أو كلامي عن هذه الزيارة لكي أرفع من شأني أنا أو لكي أميز نفسي أنا كشخص فلان الفلاني؟ أبداً والله أبداً، ولا شأني في نفسي أحقر من أن أكرم بمثل هذه الزيارة، والله شأني في نفسي أحقر، بل مما رأت عيناي من إخواننا السلفيين في السودان أصحاب الدعوة الحقة والدعوة الصحيحة ودعوة التوحيد والقيام به والتحذير من الشرك ومن أهله ومن عقائدهم وكشفهم وبيان أمرهم وبيان حالهم، في هذا من هو أعظم مني وأجل؟ والله لا أرفع نفسي أبداً على أحد من إخواننا داعي التوحيد ولا أميز نفسي عليه أبداً، بل كما قال الإمام القحطاني قال أبياتاً جميلة تكلم فيها عن نفسه، قال والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وسكت عن سقطي وعن عصياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. على أي حال هذا الغرض الأول. معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى من أجل العلماء ومن خير الناس في نشر السلفية والدفاع عنها، لمن لا يعرفه، لأنه كثير من الناس الليلة قد يعرف أو كلكم لا شك يعرف الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله، الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله تعالى، وغيره من المشايخ الشيخ عبيد الشيخ ابن باز العثيمين تعرفهم، لكن معالي الشيخ عبد اللطيف كثير من الناس ما يعرفه. تمام، هو كما لما مرينا على الشيخ وزرنا الشيخ محمد ابن هادي قال كلمة جميلة، قال هو درة أحفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أقوى السلفيين ومن أصرحهم في نبذ الشرك وأهله ودعاة الإخوان والقيام عليهم، دعاة الفتن جميعا. ما شاء الله عمل مجلس كده أول ما زرناه، مجلس كبير دعا فيه مشايخ ودكاترة المدرسين بالجامعة جامعة الإمام وعدد كبير جدا من المشايخ والفضلاء، من ضمنهم الشيخ محمد بن رمزان الهاجر بتعرفوه. تمام، فألقى كلمة في التعريف بالدعوة السلفية في السودان. أنا ما كنت أعرف أنه بيعرف شيء عن دعوتنا بجاي وشغل أخواننا ما شاء الله، كنت أتخيل أنه ده شغل محلي بس سوداني براو، لكن ما شاء الله أول أن ألقى كلمة في التعريف بالدعوة وأثنى على هذه الدعوة المباركة ثناء عظيما، والله أثنى عليها ثناء كبير جدا، حتى قلت له الشيخ والله نحن الدعوة نعم مباركة وطيبة لكن نحن ما شغلنا ما بيسهل الكلام ده، فما شاء الله أثنى عليها أمام المشايخ كلهم. وبعد ذاك المهم أتيح المجال تكلمت كلمة خفيفة أديت فيها الجماعة دول كلهم النصيب، يعني الناس اللي لعبوا بالدعوة صار السنة والجمعية والحزبيين وكلهم أخذوا فينا حظا وافرا، وكمان الجماعة الثانية الأخوان المسلمين ودعاة الفتن وناس العريفي وحسان ويعقوب اللي بيجي هنا ده والحلبي وكلهم. المهم فكان من الكلمات الجميلة ليه والكلمات الطيبة لما سمع المحاضرة اللي أقاموها إخواننا هنا، محاضرة داعش كانت في قاعة كبيرة، فقال لي القاعة دي شنو؟ قلت له دي قاعة كذا وقاعة كبيرة قاعة رئاسية. قال لي بيأجروه ولا كيف؟ بالإيجار؟ قلت له هي. قال لي تعملوا فيها محاضرة عن التوحيد، تكون في هذه القاعة. سبحان الله، شوف غيرة الرجل على التوحيد ودفاعه عنه ومحبته لأهله ومحبته لنشر التوحيد. المهم جرى الكلام فذكرنا بعض الدعاة في الساحة اللي عندهم علم
وضرب له النماذج. خليك من أسمائهم. المهم واحد يكون عنده حصيلة من العلم كبيرة لكن ما عنده دعوة. معالي الشيخ حفظه الله تعالى قال هذا لا ينفع، هذا مكتبة متحركة، نحن نحتاج إلى داعي يتحرك، داعي يقوم بالدعوة. وهذا اللي نحسبه في إخواننا من أعظم ما ميزهم بفضل الله تبارك وتعالى أنهم ينشرون الدعوة. والطالب طالب العلم الصغير عندنا له شأن كبير في المجتمع، لأنه يحضر الدرس هنا درس التوحيد، يحفظ الباب أو يحفظ خطبة الجمعة، امشي طوال يبلغ لأهله وينذر أهله ويكلمهم وينشر التوحيد وينشر السنة. فبفضل الله تبارك وتعالى المجلس اللي كان في بيت معالي الشيخ حفظه الله تعالى كان مجلسا طيبا، وذكرنا فيه أشياء كثيرة منها ما نبه عليه ربنا يحفظه من الكلام الطيب عن الحاكم والإمام، لأن الإمام كما قال السلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، وحاكم المسلمين ولو كان فيه ما فيه فالواجب على الداعية أن يظهر محاسنه وأن يخفي عيوبه وما يتكلم عنه، ودي ميزة السلفي. شوف دي علامة تعرف بها السلفي، الإنسان السلفي يتكلم بالكلام الطيب عن الحاكم ويثني عليه ثناء طيبا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة قال وألا ننازع الأمر أهله. الكلام القبيح عن الحاكم من المنازعة، من منازعة السلطان، ونحن كسلفيين الحمد لله لا رغبة لنا في حكومة ولا رغبة لنا في مناصب ولا لجنة شعبية، لجنة شعبية ما دارينا، نحن دعاة ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ما عندنا رغبة في كراسي ولا في مناصب ولا في غيره، بل من صميم عقيدتنا أن ندعو للإمام بالصلاح، ما بنخجل من الكلام ده. أنا عارف المجتمع ده فيه علمانيون ضد الحكومة، فيه أخوان مسلمون ضد الحكومة، المجتمع الغالب فيه تربى تربية ثورية، مش مجتمعنا ده؟ اتربى تربية ثورية، لو ركبت في الحافلة كويس؟ وفي الاسطوب في زحمة ينبذوا ليك الحكومة وشتموها، دي تربية عند كثير من الناس عندنا إلا من رحم الله. على أي حال من صميم ديننا ومن منهجنا إنه نتكلم عن الإمام كلاما طيبا، خاصة في المواقف القوية زي موقف رئيسنا رئيس عمر البشير ضد الشيعة في السودان، موقف طيب، طردهم برا كلهم، قفل حسينيات وما عارف ايه كله قفل اليوم. الآن الحمد لله بعد ما كانوا شوية دار يعملهم رويشات كده في السودان ما عندهم حاجة الآن بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى ونرجو منه جل وعلا أن يزيدنا من مثل هذه القرارات ويرفع، لأنه ده يا إخواننا بيصلح البلد. ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ما من دولة آوت الشيعة إلا آذن ذلك بزوالها، لأنه ده الأعداء أعداء الصحابة أعداء الأولياء. وإذا كان إحنا في بلدنا دي أكان اتكلمت لك في ولي سامينا بتاع الصوفية ديل يقول لك أوه شيل شيلتك من عادى لي وليا، هو ده ما ولي، يقول لك من يجيب لك الحديث هنا. عشان كده من عادى وليا دي أول أولى ما تنزل تنزل في الشيعة، لأنه عادوا الصحابة رضي الله عنهم. طيب هنا عندنا الحزبين في السودان أول ما سمعوا بالزيارة دي وإنه أبو بكر مشى المملكة وزيارة كده لمعالي الشيخ المهم الكلام ده قروا في الجرائد طبعا ها في النت، أي ما هي جريدة إلكترونية بتاعت الوئام، جريدة إلكترونية وبرضه جريدة بتاعت النيلين ولا موقع النيلين إلكتروني برضه. المهم واحدين منهم قاموا قالوا عبد اللطيف أهل الشيخ هذا ليبرالي، ليبرالي معناه علماني يعني، طبعا غايزهم ديل أنصار السنة محروقين كويس. أنا ما أعرف زعلان في شنو تو في شنو يعني المشكلة وين؟ قالوا ده ليبرالي وعلماني
وابو بكر مشى للعلمانيين هناك. انا مش لعلماني والعلماني هنا بقابلنا، خليه امشي لهناك، هنا بيقدر يقابلنا، وانا بيتي هذا فاتح، في علماني بيقدر يجي يدق الباب، خش هنا تعال علماني، تعال صوفي، تعال حزب تحرير، تعال هذا البيت فاتح، تعال ما بيقدر يا اخ. فمن هنا نمشي لعلماني. انا لو في الطياره شفت جدا انه علماني احتمال اتلي من فوق. علماني بتاع شنو يا اخي؟ انا انصار سنه ما بمشي له، امشي لعلماني. فشوف قال ده علماني، لا 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 لا، العلماني ده واحد ثاني انا بعرفه اسمه عبد اللطيف هذا الشيخ برضه، ذاك علماني ذاك براو ده ما شاء الله رجل امام يا اخي، رجل ما شاء الله داعيه سلفي وانسان داعيه وذو سلطان، يعني بيطبع كتب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بيطبع طباعه رسميه عديل ويوزعها كتب التوحيد، وعين ما شاء الله ونفع الله به الكثير، حتى واحد من تلاميذي ومن المقربين له قال لي نحن عندنا نظام الهيئه، وده نظام عام مش عند الشيخ عبد اللطيف براو، ده نظام عام في المملكه، شوف البركه والخير ده كيف، شوف كيف الخير بيجيهم. قال لي لو في حجر، حجر واحد بيعبدوه في اقصى الحدود اليمنيه، اقصى الحدود اليمنيه حجر واحد، قال لي من هنا الحكومه بترسل له الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اول شيء ينصحوهم ويزجروهم ويكسروا الحجر ويدعوه، حجر ما يعبدوا هناك. عليك الله شوف الشغل ده كيف. عشان كده ناس عندهم رغد من العيش، حياه امنه مستقره، بلد طيبه، بلد جميله، بلد يا اخي الحاكم يسمى بخادم الحرمين الشريفين، شوف بالله اللقب ده كيف، خادم الحرمين الشريفين، بلد عندهم خير من زمن ابراهيم عليه السلام، دعا قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد ها مالو غير ذي زرع، انتبه ما بلد زراعيه، نحن هنا الزراعه من اول لاخره بلد زراعيه، قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بعد ذاك قال وارزقهم من الثمرات، تخيل معي يدعو ربنا يرزقهم من الثمرات وبلدهم ما له، ما بتقدر تزرع فيها ذاته، ياكلوا الثمار دي بانواعها وتجيهم من اي محل، وانت هنا في بلد زراعي. قلت لهم انا ذكرت لبعض المشايخ هناك، قلت لهم نحن المزرعه بتاعتنا بتاعت ابويا انا براه، لو جيت تقطعها بكرعيك ساعه كامله ما بتقطعها، ماشي كده بكرعيك، وبعدها نحن بنعاني من فقر وجوع، بركه ما في، لانه اي قريتين في الجزيره الغرية بتكون فيها 12 بيت وفيها 6 قبب بيعبدون، البركة تجي من وين؟ ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا قال ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ربنا بينعم على الناس وبزيدهم بهذه البركة بدعوة التوحيد. وشوفوا أكلمكم بصراحة، أنت داير دعوة صحيحة ودار ترفع البلد التوحيد، توحيد صافي وتوحيد نقي وما فيه مجاملة ومداهنة زي الشغل بتاع أنصار السنة، يقول لك نحن دعوة توحيد ودعاة توحيد، ويجيبوا رؤوس الطرق الصوفية يكرموهم جوا المركز بتاعهم، في واحد بيكرم اهل الشرك يكرمهم كمان ويثني عليهم ويعظمهم ويمجدهم، سبحان الله. ربنا قال يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز، الرجز شنو؟ الاصنام، والرجز فاهجر، تهجر عبادة الأصنام وتهجر عباد الأصنام، مش تكرمهم كمان تحتفي بهم، لأنه دي دعوة سياسية، دعوة دائرة قروش، وأي زول دينه ده داير منه قروش ما يمشي لقدام، كلمك الدين لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، الدين يكون لله خالص لله تبارك وتعالى. طيب فده ما يتعلق بمعالي الشيخ
عبد اللطيف بعد ذاك نسق لنا زيارة في جميع المحافظات الكبيرة في المدينة وفي مكة وفي جدة، اتصل على المشايخ وما شاء الله يعني صار باب المشايخ هناك والعلماء اتعرفوا على الدعوة بتاعتكم دي، شغل في الأسواق ده ما شاء الله لقيتهم اطلعوا على مقاطع كثيرة جدا من الدعوة في الأسواق وشغل أخواننا، وزول خد ميكروفون ويتكلم برا، دي الدعوة يا أخواننا المبارك. وما تسمع تخزيل بتاع أي زول يقول لك لا لا، وطبعا ما ينبغي، ما ينبغي شنو؟ ناس واقعة في الشرك شنو ما ينبغي؟ وليس هذا من الطرق الحكيمة، وليس هذا، ليس هذا من شغلك ده، تبعد مننا. شوف نحن بنعرف دعوة للتوحيد تدعو في أي مكان، النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس معه على حمار، دي أنت لقيتك حلقة في حمار؟ أنت لقيتك قبل كده؟ في على حمار. الحديث الآن اللي بيعتبر أصلي من أصول الدين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ده كان وين أنت قالوا؟ قالوا في قاعة الصداقة؟ ده كان على حمار. دي الدعوة كده أرموا قدام، أنا بعرفه أنا أرموا قدام طوالي. أي حلقة تدور تمام. في ميكروفون لقيته ما لقيته أعملوا شيرينج، أشتروا ميكروفون، أعمل حلقة هنا في سوق كرور، فهمت؟ في سوق مجك، أي محل. أعمل حلقة وأتكلم عن التوحيد. ودي الدعوة المباركة اللي بتمشي لقدام. طيب ايضا الشيخ محمد ابن هادي بلغنا هذا الكلام ويسلم على كل السلفيين في السودان ويبلغكم التحايا الطيبه، وصرينا عليه انه يجي هنا عندنا في السودان لكن اعتذر بكثره المشاغل، لكن ما شاء الله. وكلمنا على الكتاب، الكتاب اللي كتبناه في الدجال محمد المنتصر، ووديته نسخه من الكتاب، قال لي زول ده انا بعرفه، وردوا عليه طوالي، زول اسمه محمد المنتصر قال بيعرفه هو، لعله طلع على شيء منه. المهم بعد ذاك الشيخ ربيع ايضا وصى بنفس وصيته السابقه حفظه الله تعالى، وهو مهتم جدا باجتماع السلفيين وتوحد كلمتهم، وانه يكونوا رفقاء فيما بينهم ورحماء فيما بينهم، واوصانا بانه نبلغ السلام لكل الاخوه، قال لي حتى نزار هاشم برضه قال لي يبلغوا السلام. وبعض ما حاولت اذكر له بعض الاشياء وكذا واكلمه، قال لي انا عارف، والاشياء دي الان انتم اسعوا في انه الناس تجتمع تكون كلمتها واحدة وكذا. حتى لما اديته الكتاب، موقف طريف، لما اديته الكتاب يتخيلوا ده تاني رد علي نزار ولا على منو؟ قال لا، قال لي ما ابغى اي كتاب، ما ابغى كتابة تانية. قلت له لا يا شيخ، ده رد على الصوفية طوالي شالوا، بقى بيقرا الدفاع عن ابن تيمية في كذا، بقرا في الفهرس دفاع، كذب عدو الله كذب، بقى بيضحك. ايوه قال لي يرد عليه، وده الشغل التمام كده. والحمد لله اخذ الكتاب وقال حيقراه باذن الله تعالى. المهم قابلنا مجموعة تانية من المشايخ ومن الفضلاء، بحمد الله تبارك وتعالى استبشروا بالدعوة خير كثير جدا، استبشروا بها خير كثير. ومن الوصايا اللي وصوا بها الاعتناء زيادة بمسألة الألفاظ، يعني بعض أخواننا قد يكون في ألفاظ أحيانا هم قد ما يفهموها، أو قد تكون ألفاظ على ملاحظة، فالناس تحاول تضبط في الألفاظ وتحسن العبارة، وده ما معناها مجاملة، خد بالك نحن ما بنجامل زول، والله لو كان أبوي ما نجامل في الحق أحدا لعين رجل من الناس أبدا. دعوتنا تميزت بفضل الله عز وجل بالقيام على أهل البدع ومحاربتهم والشدة عليهم، لكن الشدة لا تعني استعمال كل لفظ، إنما الإنسان يتقيد بالألفاظ المضبوطة شرعا والمقبولة حتى بالنسبة ل مش المخالف، المخالف ده ما بيقبل منك، انت لو قرأت له قرآن ساي قد ما يقبل، قرآن الواحد ده قد ما يقبل، لكن تكون ألفاظ مقبولة لدى أهل العلم وكذا، الإنسان يعتني بها. ودعوتنا يا ها دعوتنا فضل الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله يعني لقيت إنه في مقاطع بسيطة جدا لكن لها أثر عظيم جدا عند الناس هناك. على أي حال من آخر ما أقول، الناس تهتم بالصدق مع الله سبحانه وتعالى في الدعوة، وأن يكون الغرض منها وجه الله تبارك وتعالى، ما تنظر لأي شيء من أمور الدنيا، ما تنظر لأنه دعوتك تكون أنت إنسان شيخ عالمي وشيخ ما أعرف شنو، وأنت تحاول تتظاهر وتحسن في شغلك لنظر الناس. شوف اشتغل دعوتك بصدق لله،
وبإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما تبتغي أي شيء، لا مال ولا سنة من الناس أبدا. ويومك تشتغل عشان بكرة يجوا يشكروك، وجراي تتكلم ودعوة لفلان، معناها دعوتك راحت، نكلمك والله دعوتك بعد. اشتغل لله تبارك وتعالى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أها ده كان في كاميرات الزمن ذاك، في كاميرا بتاع التصوير في يوتيوب مف، لا كاميرا لا يوتيوب لا، كل ده مف. ربنا حكى كلامه ده في القرآن يتلى ليوم الدين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات. على أي حال نحن نستبشر إن شاء الله بالتواصل مع العلماء والمشايخ، وزي ما قلت لكم قبل الأمر ما بخصنا أنا كشخص، إنما هذا باب فتح لإخواننا ولدعاة التوحيد، وإنه ما شاء الله العلماء الآن وقفوا على الدعوة اللي ماشية عندنا هنا، ووعدونا إن شاء الله بعضهم بزيارة ودورات علمية في السودان، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون مشروع بتاع تواصل بيننا وبين أهل التوحيد، وإحنا ما بنتواصل مع أحد لمال، خد بالك عشان ما تمشي تتخيل إنه نحن جارين شان بعد شوية أموال تجي، ما داري إلا نحن دارين توحيد. توحيد ده زول عنده قروش ولا ما عنده قروش، في النهاية احنا دارين التوحيد ده، دارين السنة الواضحة، وإن كان لو دارين المال كنا بنستلمه من هنا. في ناس كتار فاتحين أبواب زي دي وكايسين أنا نجي عليهم، ما عندنا معكم حاجة، لو نموت من الجوع، نموت من الجوع، شفته ما نتقاضى فلس واحد من إنسان على حساب الدين، والله ما جنيه على حساب الدين أبدا. فهمت كلامي ده؟ وما كلامي ده بقوله وما بجامل فيه. قبل كده واحدين يقول لي واو والمسجد وتمشي ثاني، ما بمشي أسجد أنا، ما بربط نفسي أنا بمكان وضيع ديني. ما المسجد ده قالوا ما دايريني، الليلة دي قالوا ما دايريني، وكلامك ده ما بينفع معانا، ودعوة زي دي احنا ما دايرينها. سلام عليكم طوالي، ممرض بالباب ده أنا بجاي أقول الحق، وربنا بينصر الدين، مش الدين مربوط بمكان ولا بمقر ولا بذاك، ربنا داير مننا دين، ما داير مننا نحن نتلاعب بديننا ليمان ولا لغيره، ربنا داير مننا دين صادق. النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوه من مكة، الله ما بدي أفضل من مكة، مكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، اخرجوه من مكة، ربنا فتح له في المدينة واستقبلوه الأنصار ونصر دعوة ونصر دينه ومنهجه، وجاء وسار إلى مكة وفتحها. ما يهمك يا داعية، أصل ما يهمك، ما تربط نفسك بأحد، ما تربط نفسك بمال، إياك وأن تجري وراء الممولين اللي بيدوك مال باليد اليمين ويدوك منهج باليد الشمال. أوه كن حريصا على دينك. وأنا أعرف المجتمع ده أنت بتعالج فيه مشاكل، مشاكل قديمة قديمة زرعها مدري وشاب عليها الناس، عشان كده ما تتخيل الأمر ده ساهل، وبيجي كده على الرحب والساعة وما شاء الله، ويجي يخطوا لك المايكات دي قدامك، واقفة مايك العربية ومايك وين الجزيرة ومايك وين، وراسلنا قدامك وأنت تتكلم وبمزاج كده. دعوة دي فيها شغل مسخن، كلمك النصيحة عشان ما تتغشى، دار ذو الصادق كويس. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تخيل دبتين زمان ده، ربنا طهر به الأرض، ربنا رفع مكانه ورفع مكانته وأعلاه وأعلى كعبه ونفع به الإسلام والمسلمين. عمر بن عبد العزيز قال وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قال شغلانة ده، قال والله ما بعين عليه إلا الله، عشان كده ما تقول لي بعد شوية والله أهلي كلهم قبلوا علي، ناس الحلة بنبذوا فيني، وما تعرف واحد اليوم ذاك طقاني بطوبة، واحد فالقني بعكاز، والشغلة دي ما بتنجح كده، ما بتنجح كيف أصا كده، أصا ده نظامه كده يا أخي. ضربوا ابن تيمية، سجنوه في قلعة دمشق مسجون ابن تيمية، أحمد بن حنبل ضربوه، الإمام مالك ضربوه، بل أجل وأعظم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام. في زول أحسن حكمة منه، كلامه أجمل منه، فيه
شاف في ناس بيقول لك لا ليت ضربوك، يا سلام ما عندك حكمه. تخيل لو كان عندك حكمه، حكمه شويه كان ما ضربوك. النبي كيف ما عنده حكمه؟ ابراهيم عليه السلام ها اضربوا له النار، قالوا حرقوه، ما عنده حكمه يعني؟ اسلوبه ما كويس، مش قول اسلوبه ما كويس يعني تكفر تلحق شارون كويس. وده ما معناه يا اخواننا زول يمشي سيء العباره وينبز، لا ما اقول لك نبز ولا اقول لك كده، لكن قول الحق. وهسه الناس المختلفين معانا في الدائره دي، شفت الدائره بتاعت حكمه واسلوبك وكلامك، خذ المعلومه دي ثق اي واحد من النوعيات دي خلافه معاك في الاصل ما خلاف في العباره، خلاف في اصل الدعوه بتاعتك انت. والله اصل الدعوه، لكن لان دعوتنا دي كان جبتها باي طريقه، يعني لو عزمت عشاء في برج الفاتح كويس وهيأت له المحل وما شاء الله اول ما جاء داخل اتفضل اتفضل، جسايقه من يده كده بالراحه قعدت ما شاء الله حياك الله يا اخي يا سعاده فلان تفضل، قعد جبت له الفاكهه وجبت له ما تعرف شنو كله خطيته لي قدامه. جيت قلت له يا اخي تدري اقول لك البرع لا ينفع ولا يضر، بكشح ليك الحاجه دي في وشك والمشكله بتدور. القضيه ما قضيه اسلوب، وان كان الاسلوب الحسن مطلوب، لكن انت عارف انه القضيه قضيه نزاع في اصل العقيده، نزاع في العقيده. لو فهمت كلامي ده عشان ما تشتغل مع الجماعه دي كثير، اللي بيجي واحد بيقول لك اغرب حاجه ودي اختم بها كلامي. واحد ثاني من الدعاة اللي بيجيبون هنا في الوالدين والماليزي، المهم قال لابد ان نتصل بالمشايخ ديل، لما شاف الزياره بتاعتنا وتكلموا عنها وكده قال لابد ان نتصل بالمشايخ ديل ونوريهم حال الشباب ديل، يعني يتكلم فينا يوريهم ان احنا عاملين كيف وكده. دار توريهم شنو يا حضره سيادته؟ توريهم شنو؟ واحنا في حاجه قالنا دي لسه؟ توريهم شنو يعني؟ تقول يقول لهم هؤلاء يطعنون في العلماء. مين العلماء ديل؟ منهم؟ علماء انصار السنه بطعن فيهم كلهم ولا برجيك تقول انت، بقول انا هسه كلها في شنو؟ مش انصار علماء انصار السنه بالموجودين هنا ديل والبر ناس العريفي وحسان والسويدان وعايض الغرني وسفر الحوالي، مش ديل؟ كلهم ما نافعين ولا تمشي للعلماء بعيد، انا بقول هسه والكاميرا دي بتسجلها وتمشي اخر الدنيا. ده دين احنا بندين به ربنا، انا اخدع الامه يعني ولا شنو؟ هؤلاء علماء ضلال اعرفها تمشي شنو؟ ديل يتكلمون في الصوفية ويشدون عليهم، أسا أنا بشد عليهم الصوفية دعاة بتاعين ضلال وبتاعين شرك، دارنا أقول فيهم شنو يعني أنا؟ دار توري المشايخ شنو أنت برا؟ ونحن كل بضاعتنا كلها في قاعدة في اليوتيوب، بضاعتنا قاعدة برا ما عندنا شي داسينه، أنت قال في حاجة في بيتي فوق وفي حاجات بي... لا لا كله برا كله. موقفنا من الإخوان المسلمين هم خوارج القرن العشرين، أكتب سجل تمشي أنشرها، خوارج القرن العشرين دعاة الأخوان المسلمين أصحاب الفتن والبلاء، بل هم شر على الإسلام من اليهود والنصارى، أكتب سجل أنشر، شر على الإسلام من اليهود والنصارى الأخوان المسلمين، أفسدوا في البلاد وأفسدوا على العباد. تتوريهم شنو أنت بالضبط؟ نحن بفضل الله عز وجل دعوتنا ماضية تقوم على الأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نتكلم في احد نجيب لك الوثائق، قاعده هنا في شنط جاهزه، شنطه مكتوب على الصوفيه، اي صوفي جوا هنا قاعد، شنطه مكتوب على الشيعه، شيعه هنا كلهم اخوان مسلمين بجاي، سروريين الجماعه ديلك بهنا، فهمت؟ اخوان مسلمين بهناك، حزب تحرير بهنا، كلها شنط قاعده جاهزه، انا عندنا مخزن خاص براء ما بدخل معاه كتاب بتاع خير، كلها كتب وسخانه قاعده هناك. جاهزين بفضل الله عز وجل لنقاش كل احد. بفضل الله تبارك وتعالى. عموما أنا أطلت في الكلام، لكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما وصلنا إليه رسالة طيبة تفرح إخواننا السلفيين، وأدري مدى فرحكم، جزاكم الله خير ووفقكم، أدري مدى فرحكم بهذه الزيارة وباستبشار العلماء وبمعرفتهم لهذه الدعوة، تفرح إن شاء الله كل السلفيين وتغيظ من اغتاظ من أهل الأهواء، خليهم يغتاظوا بطريقتهم. أسأل الله يوفقنا جميعا ويعيننا جميعا على العلم وعلى الدعوة الصادقة، وبالله التوفيق. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.